السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. ان شاء الله قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج الثور. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. فين اخواتنا واحبابنا في الله؟ فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وينعم الفيديو باللايك، وكما تعودنا تنزل فيها التعليقات، تصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. برج الثور، صلي على الحبيب المصطفى. شايف عندك ان انت بتستحلى بالصبر، وبتقول ربنا هيكرمني من حيث لا تحتسب، والناس اللي بتراقبك في صمت، الناس اللي بتراقبك في صمت، شايفك ان انت هتحط النقط على الحروف مع هذا الناس. وبشرك ان الفترة دي فترة مميزة وجميلة، ان انت تطلع في اي وتغير في اي حاجة في حياتك. وشايف كمان هنا في مناسبة، المناسبة دي هتخليك فرحان، تبدأ تديك طاقة ايجابية، هتبدأ تديك طاقة إيجابية. أنت أصلا محتاج أي حاجة تديك طاقة إيجابية وتخرج الطاقة السلبية اللي عندك. بسم الله الكاشف. شايف هنا في انتصار، عندك انتصار. شايف الانتصار ده هيخليك يطلع من طاقة الخنقة، طاقة الكسل. شايف إن أنت هتبقى شخص مختلف، وشخص عندك خروج. شوف انت هتبقى عندك خروج من كركبة، خروج من فوضى، خروج من محنة بإذن الله تعالى. شايف في طاقة إيجابية، عندك تعب ماشي في جسمك، العين اللي بصالك، العين اللي حسداك، اللي مخلياك دايما تعبان مضغوط، لكن بإذن الله تعالى انتم دايما هنا ان هم بيغيروا منك، هم حاسين ان انتم اشخاص يعني عندكم كل حاجه، او حاسين ان انتم عندكم كل حاجه مكتمله. ما يعرفوش ان انتم بتعافروا، بتجاهدوا، وبتيدوا على نفسيكم اكتر علشان تكونوا قد المسؤوليه او تاخذوا خطوه لقدام. محدش عارف ان انتم بتتعبوا، مضغوطين، عندكم تعب، عندكم خنقه، محدش حاسس بحد. كل الناس شافاكم ان انتم مبسوطين وما شاء الله عليكم، والدنيا فاتحه معاكم. شايف برضو هنا انتوا شويه، في شويه حاجات حاصله معاكم. في ست، الست دي قريبه ليكم، الست دي قريبه، يعني شايف الست دي من اهل الشريك او من اهلك. الست دي عامله لكم سحر، الست دي مش عايزاكم تكونوا ناجحين ولا تكونوا مع بعض ولا تكملوا مع بعض ولا تكونوا ناجحين، لكن ربنا اللي هينصركم عليهم، ربنا اللي هينصركم وهيفك السحر بمشيئة الله تعالى، وهتطلع من الضغوط، هتطلع من الضيق، هتطلع إلى النور، هتطلع من الظلام إلى النور بمشيئة الله تعالى. شايف إن أنتوا حاطين هدف قدامكم، حاطين هدف وناويين تعملوه في سر، علشان عملتوا كذا هدف وفشل ما اكتملش، فانتوا شايفكم عايزين تعملوه في السر هذا الهدف، ان شاء الله هينجح بمشيئة الله. الفترة دي ان شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليكم، في حاجة حلوة من نصيبكم، حاجة حلوة من نصيبكم، هترد فيكم الروح، ان شاء الله ترد فيكم الروح بمشيئة الله تعالى، هتكونوا مبسوطين، هتكونوا سعداء. شايف منكم اللي عايز يشتري مسكن، يشتري سيارة، يشتري ذهب، يهادي حد هدية. شايف برضو ان انت ذواك كركبة، ذواك كركبة، وهتلاقي الاجابة اللي انت محتاجها على السؤال، هتلاقي الاجابة، هتلاقي الاجابة بمشيئة الله. انا شايفك ان انت مش هتدي اي حد اهتمام تاني. شايف ان انتوا بتصحوا من النوم زعلانين، تعب، تصحوا مخنوقين، تعب في الجسد، جسمك تعبان، مكسر، دايخ، مش طايق تتكلم مع حد. هذا من السحر احبابنا في الله. شايف هنا باذن الله تعالى كما كنا احبابنا في الله،
البورد اللي هنلاقي عليه تفاعل، ان شاء الله هنعمل له قراءه كثيره باذن الله تعالى، وهذا القراءه عامه لرجال ونساء وقراءه مفتوحه بمشيئه الله تعالى. فخذ القراءه او خذ القراءه اللي تطابق عليك احبابي في الله، وادعم الفيديو باللايك فضلا وليس امرا اخواتنا في الله. عندك هنا عصبيه، عندك شويه عصبيه، عندك شويه عراقيل ما بينك وما بين الشريك، لكن الفترة الجاية بعد التخلص من السحر ان شاء الله هيكون في فرحة ليكم، شايف مولود بشرى باذن الله تعالى باذن الله. شايف انا الفترة دي شايف هيكون في نجاح حلو، شايف في مشروع هينجح، المشروع هينجح وهتمسكوا فيه فلوس حلوة وهتكبروا المشروع، هتكبروه. شايف ان انتم هنا مستعدين لاي حاجة الفترة دي، مستعدين لاي حاجة. انا شايف ان انتم هنا اللي ما كنتوش متوقعينه هيحصل. ايه هو؟ المشروع هيكتمل او شراء الشيء هيكتمل ليك، هتكون في فرحة. بس شايف معك شريك، حد هيدعمك، في دعم من حد باذن الله تعالى، وهذا هيدعمك بقدرة الله. صلي على الحبيب المصطفى. شايفنا الزعل اللي دواكم، رغم ان دواكم الزعل وبتحاولوا الزعل دواكم هيطلع، هتخلص من الطاقة السلبية اللي انت فيها. انا شايف ان انت روحانياتك عالية، انت في النص وحواليك روحانيات عالية، نورانياتك وروحانياتك عالية، هي ماشي بتديك احساس او بتديك تخاطر، او في احلام معاك صادقة بتكون صادقة، بتديك احساس بالشخص اللي امامك او الشخص اللي بيكلمك ان كان كذاب او ان كان صادق، احلامك كلها مصداقية، روحانيتك كويسة. بس انت حاسس ان انت في دوامة من السحر، من السحر، لان انت عندك ضغوط. لكن قلنا حواليك قوة ودو قلبك قوة روحانية. انا شايف عندك هيكون استقرار وهتمشي في الطريق الصحيح واكتمل كما انت، هتوصل للنور باذن الله تعالى، هتوصل للنور. هو العمل هيظهر وهتعرف، او في منكم عرف العمل وبيحاول يخلص منه. شايف هنا انتم الفترة دي ماشي تعبانين او متضايقين، سواء شايف منكم هنا اللي حصل انفصال ما بينه وما بين الشريك، خذلوه او غدر بيه، لكن ان شاء الله ربنا هيسعد قلبك. بسم الله الكاشف، اللهم صل وسلم. انا شايف برضه ان انتم حاسين هنا لوحديكم ودايما بتعافروا، لوحديكم ودايما بتعافروا. ان شاء الله هتنهوا الصراع اللي ما بين القلب، هتنهوه هذا الصراع. شايف ان هنا في حاجة بتداروا فيها وبتكتموا فيها، بتحاولوا تكتموا فيها، مش عارف الناس دي بتتدخلكم ازاي، بتعرف تجيبكم ازاي، بتتدخل في خصوصياتكم ازاي. بسم الله الكاش، حاولوا تكتموا على اسراركم، بلاش اللي على قلبك اللي على في قلبك يكون على لسانك، بلاش، حاول تكتم على اسرارك. على شايف هنا في ناس بتحب تعبكم، بتفرح في تعبكم، بتفرح، هي بتحب تشمت فيكم، بس انتوا خلاص الحظ هيلعب معاكم، هتقف على ارض صلبه، الحظ هيقف معاكم وهتفتح معاكم الدنيا بفضل الله تعالى. فبلاش الكلام، اكتم على اشيائك، اكتم على اشيائك. شايف هنا في مشاكل ما بينك وما بين حد من الاهل او من الاخوات او قريب عليك، شايف في كلام ومشاكل، شايف ان انتوا هنا قرار هتاخدوه، القرار ده هيكون حاسم. شايف هنا برضو في رجوع، حد عزيز على قلبك، في رجوع، هيكون في رجوع ما بينكم. برضو انا شايف في حد محتاجك، الشخص ده كان مسدون او مريض محتاجك تقف معاه، مع انك انت عامل جهدك كله وبتساعد على قد ما تقدر، بس ما تسيبوش، هو محتاج يطلع من اللي هو فيه، ان كان مسدون او ان كان مريض، اسال الله ربي يشفيه او يخرجه من الضيقه او من الاسر اللي هو فيه. خلي بالكم من الاشخاص اللي قاصدين يحرقوا دمكم،
الاشخاص دي حابين ياخدوا من طاقتكم، حابين يأذيكم، حابين ياخدوا من الطاقة بتاعتكم. هذا الاشخاص هم مش كويسين، هم حقودين. يعني هذا الاشخاص دول دايما عايزين يأذوا الشخص الناجح، عايزين يأذوه بقدر المستطاع. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفنا المنفصلين في رجوع منكم، والاخر شايفنا في زواج مره ثانيه في علاقه حب، بس هنا شايف في حد معترض، في حد معترض سواء اخ او قريب معترض بهذا الزواج او هكذا معترض. ان شاء الله طريقك هتكتمل في الخير باذن الله تعالى. في نقطه السفر، في حد عايز يسافر او نفسه يسافر، او في طريق سفر، شاف طريق سفر قدامك، في طريق سفر ان شاء الله فيها الخير باذن الله تعالى. عندكم تحقيق هدف، تحقيق هدف طال انتظاره راح يتحقق. انا شايف هنا برضه في حاجه واقع عليكم، مشكله واقع عليكم، انتم مش متوقعين ان الشخص ده يدعي عليكم او يخط عليكم مشاكل او يؤذيكم. هتنحل بمشيئه الله تعالى، هتنحل. انا شايف ان انت داخل على خير، عندك هنا زياده راتب كما نقول، او وظيفه جديده، انت مقدم على وظيفه، لا انا شايف في راتب زياده، فممكن نقول وظيفه او زياده راتب باذن الله تعالى. شايفك هنا زعلان على حد مريض من اهلك، سواء والده او ولد او والدك او والدك او اخ ليك، حد قريب على قلبك مريض، ان شاء الله راح يشفى باذن الله تعالى. شايفنا برضو اللهم صل على سيدنا محمد، بلاش النفور، بلاش الخنقة، بلاش الضيق، بلاش الهم. انا شايف ماشي في هم في ضيق، بلاش اخرج من الطاقة السلبية. انا شايف ان انتو هتاخدوا قرار حاسم، والقرار ده انا شايف ان انت تخرجوا ناس من حياتكم اللي بتأذيكم، الناس اللي بتحط عليكم وليست تاخد منكم. شايف عندكم هنا خمسة، رقم خمسة ده مميز، جايب لكم طاقة إيجابية، جايب لكم طاقة فيها فرحة، طاقة السعادة بإذن الله تعالى. شايف عندكم هنا أكتر من خبر، مستنيين يعني أكتر من خبر تسمعوه، عندكم أكتر من طاقة إنها تكتمل أو يكون فيها أمور حلو ليكم. بس هنا شايف هنا بتدي لكم حاجة وتختفي، بيدي لكم إحساس وبيختفي، بتدخلوا في طريق حاجة بتكون بتساعدكم وتسيبكم وتختفي. بلاش الكلام الكثير عشان انتوا عندكم لخبطة، مش عارفين ايه اللخبطة، لان عندكم هنا روحانياتكم عالية عالية بنسبة شديدة، عندكم التخاطر ده شديد قوي، سواء كانت احلام بس بتنسوها، في منكم بينسى الاحلام، بيحلم احلام وبينساها، مش بتكتمل او بينساها، في منكم برضه اللي بيفتكرها، في منكم اللي عنده هنا مس وعنده سحر، وعنده سحر، اكتر حدا عندك الحسد. الحسد شديد عليك، شديد يعني بالنسبة شديدة جوه الحسد، وعندك السحر. بس عندك يعني هنا معك روحانيات، يعني حاجات كويسة، حاجات صالحة بتساعدك كتير على قد ما تقدر، لكن مش قادر على السحر، مقفول عليها، مش قادر على تخلص لك السحر. فانت ساعد نفسك، خليك تخلص من السحر والحسد اللي عندك، خليك تتواصل مع روحانيتك، لان روحانيتك كويسه ماشي حاليا، يعني هي اتفتحت معاك الابواب كبير مره، مشت معاك طريق مكتمل، لكن انقطعت، وقفت معاك الدنيا، وقف حالك، وقف، حصل معاك تعطيل، حصل معاك نفور، محتار، حصل معاك برضو تعب شديد من السحر احبابي في الله. بس الطريقة هتمشي معاك مرة تانية، وهتمشي لهدفك، وهتوصل للطريق اللي كنت عايزه، وهتعلى. شايفك ان انت مش عايز تعاتب حد بسبب اللي انت شفته من الناس دي، مش عايز تعاتبهم، مش عايز تتكلم معهم، عايز تبعد، قررت ان انت تبعد عن الناس دي، تعتزل في حالك، تقول انا مش دعوه بالاشخاص دي، انا خدت شغل منهم التعب، الظلم، المشاكل، الخنقة، خدت شغل منهم المصاريف اللي صرفتها، او تعب كتير، او صرفت عليهم فلوس كتير، فانت حبيت تعتزل عن الناس دي وتاخد جزء بعيد عنهم، لانك انت سمعت كلام كتير. يعني شايفك هنا بس انت واضح هنا في مشكلة في المحاكم او حال، بس هي تتحل خلاص، يعني انت عندك ثقة في الله كبيرة جدا، لكن هتخلص منها بإذن الله تعالى. مشكلة اللي عندك الماديات، في انفراجات كبيرة ديالك،
شايف برضو في فلوس دايرك حوالات او فلوس، او انت عطى حد فلوس سلف او مسلف حد ورد عليك، ورد عليك باذن الله تعالى خلاص. استغل ايامك كلها، الفتره اللي دايه في صالحك، امشي في الطريق اللي انت مكتمل فيه هتوصل. هو ماشي حصل معك شويه تعب لكن هتوصل بقدره الله تعالى. كل ما تكتمل تحصل لك عراقيل، تحصل لك حدث، لكن هتوصل. في هنا شايفك هنا في طرف ثالث حطك في دماغهم، حاطك في دماغ الطرف الثالث، انت معطهوش اهتمام او بعيد عنه، لكن هو حاطك في دماغه وعايز يوصل لك باي طريقه، عايز يوصل لك باي طريقه. الست اللي عامله لكم السحر، الست اللي عامله لكم السحر دي هي قمحويه، يعني سمره بما يقولوا، وطويله مش قصيره، طويله الست دي وقمحويه وقريبه ليك، قريبه يعني جدا مش بعيده، يعني مش غريبه، قريبه ليك ماشي. فخلي بالكم منها الست دي، يعني اول حرف منها اللي سالوني كثير على اول حرف، حرف السين، حرف السين، شايف حرف السين، حرف الهاء منها، من حروفها سواء كانت حرف السين او حرف الهاء او حرف الميم او حرف العين او حرف الحاء، من حروفها. صلى على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. شايف عندك هنا اكتر من حاجه بتديك طاقه ايجابيه، عندك اكتر من حاجه بتديك طاقه ايجابيه، بتخليك يعني احسن من الاول يعني. فشوف نفسك، حاول يعني تشتغل على نفسك، اشتغل في زي ما انت في الطريق اللي انت فيه، هتوصل باذن الله تعالى. عندك تغيير في سكن، تغيير في سكن، هتنزل من مكان لمكان باذن الله تعالى. بسم الله الكشف، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله، بسم الله. في حاجة هنا انت مقصر فيها او في تقصير ما بينك وما بين نفسك، ما بينك وما بين حد، عندك طاقة تقصير، مقصر في حدا، مقصر فيه. ايه هي اللي مقصر فيه؟ شايفك هنا بتكتمل في حياتك بشكل كبير. شايف عندك هنا رسالة، رسالة، رسالة انت هتقراها، الرسالة دي ديالك فيها خير باذن الله تعالى. في استلام من اوراق، اوراق راح تستلمها فيها خير ليك برضه، في حد غايب عنك بقاله مدة كبيرة وانت عمال تدعي له انه يرجع بالسلامه، ان شاء الله يرجع بمشيئه الله تعالى. في حد هنا مسدود قريب ليك او مريض، شايف عليه محتاج مساعدتك او محتاج دعمك او محتاج الدعاء، مسدود او في السجن او بيخلص او عيان او بيعمل عمليه، ربنا يشفيه باذن الله تعالى، او هيخرج من الاسر اللي فيه او من السجن اللي هو فيه، هيخرج بقدره الله تعالى ان شاء الله. شايف عندك مفاجأة هتحصل، هتغير حساباتك بشكل كبير، مفاجأة هتحصل لك بإذن الله تعالى. في حدا انت تعملها هنا هتعلي من شأنك او شغل او علاقة شغل جديدة، في حدا هتعلي من شأنك، في حدا هتنشال وهتأخذ حدات احسن. شايف عندك برضو هنا انت مشروع شغل بالك، او هتدخل في مشروع او داخل في مشروع شغل بالك، اكتمل كما انت، بس اكتم اسرارك، اكتم اسرارك، لان في حواليك عيون كثيره، في ناس كثيره مش بتحبك، زي ما انت بتحب ناس، في ناس برضو بتحبك وفي ناس مش بتحبك بتتمنى لك الشر. شايف عندك هنا اوراق تايهه منك، او اوراق انت بتدور عليها، او بتخلص اوراق، او محتاج تخلص اوراق. ان شاء الله هتكتمل معاك باذن الله تعالى، ان شاء الله. شايف هنا هتربح يعني مشاريع، هتربح قضايا هتربحها، شايف عندك مكسب كبير جدا، عندك مكسب كبير جدا باذن الله تعالى، بس انت محتاج الصبر، محتاج الثقه بنفسك تزيد، خلي عندك الصبر. شايف عندك الى حد هيتصل بيك، هيطلب منك حاجه، هيطلب منك فلوس، هيطلب منك حاجه معينه. شايف هنا في شخص، هنا الشخص ده يعني قريب عندك، قريب ليك، قريب ليك، بس في امور كويسه تكون ما بينك وما بينه، هيكون في حد جديد في حياتك. شايف ان انت دقيت على باب او حاولت تفتح باب والباب ده مغلق قدامك، لكن انفتح الان وهيتفتح الباب، واللي في السجن هيخرج، اللي في السجن او المريض هيشفي وهيتفتح الباب، في الباب اللي انت دقيت عليه كان مقفول هيتفتح لك باذن الله تعالى. صل على الحبيب المصطفى. شايف ان انت حاده مخلياك كاره اي حاجه تخص الحب، تخص الحب. شايف ان انت حاجه بتتكرر معاك، اشاره، حلم عايز تفسره، في حاجه انت عايز توصل لها، في حاجه تعباك محيراك محتار فيها عايز توصل لها، لانك لو وصلت للحاجه دي
هتعلى من شأنك، هتوصل لأهداف كتيرة، هتوصل لحاجات كتيرة تعلي من شأنك. انت خاطط عقلك كله تفكيرك فيها علشان توصل للحاجة دي، والحاجة دي ان حليتها هي عقدة او هي حاجة مربوطة او حاجة مكفولة. ان فتحتها وحليت لغزة هتوصل للهدف الصح، هتوصل يعني شأنك هيعلى هيعلى هيعلى، وهتخلص من العراقيل كلها اللي في حياتك، هتخلص من السحر، هتخلص من المس، هتخلص من التعب، هتخلص من اي حاجة واقفة في حياتك، حتى الديون هتبقى مرتاحة معاك بإذن الله تعالى. هتعلم من شأنك. شايف في حالة برضه هنا هتفرحك الفترة دي، ادعم فيديو باللايك فضلا وليس امرا احبابي في الله، لان كثيرا والله بينسى يدعم الفيديو باللايك فضلا وليس امرا. ادعم الفيديو باللايك. شايف هنا في اختلاف ما بينك وما بين صديق، او اختلاف ما بينك وحد قريب ليك. الخلاف ده كان من فترة فاضي، من فترة يعني من الماضي، من فترة فاتت، هيبدأ صفحة جديدة او هيكون في صلح ما بينكم، او انت اعتزلت عنهم، في خير بإذن الله تعالى. الاهل مركزين معاكم جدا، الاهل يعني مركزين معاكم في كل حاجه، حتى في المال اكتر حدا مركزين معاك في المال، فانت بيديلك فصلان، بيديلك ضيق، بيديلك خنقه. شايف عندك هنا محادثه ما بينك وما بين حد، امسحها او اتجنبها، بلاش كل شويه تمسك التليفون وتبص على المحادثات، او منتظر منه محادث، او منتظر منه يبعت لك حدا، لا ابعد عنه او اترك الطريق دي. شايف هنا حد بيدعي لك، عارف ان انت بيدعي لك، بيدعي لك، هو عايز مصلحتك ودايما بيدعي لك، بس انت يعني ما بقتش شايف مين بيحبك، ما بقتش شايف مين عايز مصلحتك بسبب اللي حصل معاك، المشاكل او اللي حصلت معاك، او انت اللي مريت بيه، لان انت مريت بحاجات كتيره جدا، تعبتك نفسيا، كسرت قلبك، يعني حاجات كتيره خذلتك، ما كنتش متوقع ان يحصل كده. شايف الفتره دي انت مش واخد راحتك في حاجات كتيره جدا، مش واخد راحتك في حاجات كتيرة جدا، عندك يعني حالتك النفسية هتبدأ تتحسن معاك، هتبدأ تتحسن، هتطلع من حالة الاكتئاب بفضل ربنا بإذن الله تعالى، هتطلع من الخذلان، هتعرف إن في حد هنا يدعمك، شايف طريق سفر قدامك، معروض عليك سفر، أو أنت حابب تسافر، بس عندك يعني مشكلة أو حاجة هتخلصها وهتسافر. في حدا عندك هتخلصها وهتسافر بإذن الله تعالى، فاتحة معاك طريق السفر، فيها رزق ليك، فيها خير، فيها فسحة، فيها فرحة ليك، طريق السفر معاك مرتاح تمام تمام، بس هي مشكلة في الأول بتخلصها، هتخلص بإذن الله بسهولة، وهتسافر وهتوصل لهدفك بإذن الله تعالى. بالك مشغول 24 ساعة، مش عارف تاخد قرار، مش مرتاح، تعبان، مضغوط، محتار، مخنوق، قلبك مكسور، عندك الضيق، الفترة اللي داية فيها خير ليك. في فرحة في أرض بيتك، هنا ممكن نقول لخطوبة، أو حد ارتبط قريب ليك، أو زواج، أو رجوع للمنفصلين، أو زواج مرة ثانية، لأن الفرحة مكتملة في أرض بيتك، أنت فرحان وسعيد وأهلك كلهم فرحانين ومبسوطين معك. شايف هنا أنت ما بتحبش تتكلم كتير، بتحب الشخص الهادي الكتوم، بتحب بلاش يعني الفرحة لما تدي لك تعرضها على الكل، بلاش لما تدي لك حاجة تتكلم عليها، اكتب اكتب شوية، بلاش الكلام الكتير، بلاش الكلام الكتير. شايف انا دايما بقول لكم هنا دايما ان انتم تعبانين في حياتكم بشكل كبير جدا، في اختلاف يعني في اكتر من حاجة معاكم، يعني شايفكم برضو انتم منتظرين كذا حاجة تحصل، منتظرين طاقة خير ليكم او يعني طاقة فرحة، بس انا شايف هنا في كلام انتوا سمعتوه، والكلام ده مازال موشوش عليكم، عندكم شك، يعني محتارين، بتحاولوا يعني، شايف ان انتوا بتفكروا كتير في الكلام ده، يعني في حدا انتوا ازياكم، والله اعلم ثم اعلم، يعني انت نيتكم كانت صافية، نيتكم كانت كويسة، بس هنا شايف عندك هنا حدوث اشياء جديدة ليك، فيها فرحة ليك، فيها سعادة ليك بإذن الله تعالى، وهتوفي بالنذر اللي عليك، لأن عليك نذر. ليك عليك نذر هتوفيه بإذن الله تعالى، وهتحسبها بالورقة وقلم، وشأنك هيطلع وهتعلي بقدرة الله تعالى. وصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كله. أتمنى من أخواتنا في الله وحبيبنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة هاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني. وإن كنت بتعاني من السحر أو من النس أو من تعطيل أو من تابعة أو من أي شيء داخل القناة،
ننزل كل شيء بإذن الله تعالى، والرقم أمامكم اللي حابب يتواصل معنا يتواصل، وكما تعودنا مفتاح كل شيء الصلاة على الحبيب المصطفى، انزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى، اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشيها اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي يعزه من كل سوء، اللهم فرد كربنا كما وعد، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه.